السلام عليكم شباب. النهارده هنتكلم برانش جديد اللي هو الليفز. قلنا عشان ندرس الدراجز بتاعتنا اللي ليها اصل ناتشرال دراجز، قلنا ممكن نقسمها على حسب الايه الفابيتيكال، ممكن نقسمها على حسب التاكسونومي، ممكن نقسمها على حسب الاورجان اللي احنا اللي هو بيستخدم. فعلشان كده احنا ممكن نقسمها كمان على حسب الاكتيف كونستيتوينت. النهارده احنا هناخد اول برانش في التقسيمه بتاعت الاورجان. الكلاسيفيكيشن الاساسي اللي احنا هنقسم بيه الدراكس اللي هي الاورجان. اول حاجه هناخد الترم ده الليفز، الترم اللي جاي هناخد الايه؟ هناخد فلاور، وهناخد السيد، وهناخد الايه؟ فروتس، وهناخد الايه؟ فروتس. السنه الجايه هناخد الحاجات الثانيه، ناخد البارك، ناخد الايه؟ الروتس، سبترينيان اللي هي النباتات الاجزاء اللي هي تحت الارض، سبترينيان يعني تحت ارضيه. ناخد الحاجات الانورجنايزد اللي هي مش اورجان معين، زي مثلا السمغ اللي هو بيطلع على على سطح الشجره، فاحنا هناخده كانورجنايزد دراج. اول برانش المفروض هتاخدوه في الفارماكولوجي اللي هو الايه؟ الليفز. علشان نعرف الليفز لازم نفرقها عن حاجتين، لازم في التعريف بتاعنا نقدر نفرقها عن حاجتين، الستم تمام والليفلت. يعني ايه ليفلت؟ قريطه. في بعض الليفز اللي هي بتتكون من كذا ليفلت تمام. فعلشان نقدر عشان نقول تعريف كويس عشان يعرف الليفز، لازم التعريف بتاعنا يبقى فيه جمله تفرق ما بين الليف والليفلت وما بين الليف والستم، صح؟ نبص كده على ده عباره عن ايه؟ ستم. ده عباره عن ايه؟ هي دي كلها من اول هنا كده بنقول عليها الليفز، بنقول عليها ايه؟ او ليف، او الجمع بتاعهم ليفز، تمام؟ يبقى التعريف بتاعنا لازم يكون في جزء يفرقها عن الستم وجزء يفرق الليف على الليفلت. طب تيجي نبص كده الستم ايه الكاركترز بتاعته؟ الكاركترز بتاعت الستم اللي هو بيبقى فيه نود وانتر نود، عقل بيبقى فيه ايه؟ نود وانتر نود اللي هي الايه؟ العقل. طب نيجي نبص كده في الليفز ايه الكاركترز بتاعتها؟ اللي ممكن تبقى فلاتن او نود او ايه؟ متكونه او كومباوند، تمام؟ بس الجنرال كاركتر بتاعها اللي هي لازم في الاكسل بتاعها في الابط بتاعها يبقى فيه بر، يبقى فيه ايه؟ بر، فيه ايه؟ بر. فنبص بقى في الشريحه الجايه دي تعتبر سمبل ليفز او سمبل ليف. دي عباره عن ورقه اللي هي النوع نوعها ايه؟ كومباوند. عرفنا منين اللي هي كومباوند؟ الاكزيلري بارد موجود تحتها، تمام. في اكزيلري بارد في اول الليف. نيجي نبص كده على الليفلت، نبص على الاكزل بتاعها مش هنلاقي ايه؟ مش هنلاقي البارد. يبقى عرفنا ان دي كلها ليف، عباره عن ليف واحده بتتكون من كذا ايه؟ من كذا ليفلت. نبص على دي هي نفس الحكايه. نبص في الاكسل، في الاكسل بتاع الورق هنا هنلاقي فيه ايه؟ في بط. نيجي نبص هنا مفيش. نبص في الاخر خالص برضه ايه؟ مفيش. علشان كده بنقول في التعريف اللي هو the leaf is lateral outgrowth. lateral ايه؟ on the stem. بتبقى موجوده على الايه؟ على الستم. يفرق ايه الستم عن الليف اللي هو بيبقى فيه ايه؟ اللي هو بيبقى فيه ايه؟ نود وانتر ايه؟ وانتر نود. يبقى الستم بيختلف عن الليف ان الستم بيبقى فيه ليف بيبقى فيه ايه؟ نود وانتر نود.
اي بي اي شغالين فلاتن غالبا بتبقى ايه فلاتن، بس لا عندنا بعض عندنا بعض الورق ما بقاش فلاتن، بيبقى ايه ابري، في بعض الحاجات بتبقى ايه السيكولر، بس الغالب اللي هو بيبقى ايه فلاتن. Having one or more but in axial. It is axial. معنى كده اللي احنا فرقنا ما بين الايه الحته دي اللي احنا عطيناها في التعريف اللي هي فرقنا ما بين الليف والايه لا مش الستم الليف والليفلت الليف والايه والليفلت. It possesses neither node nor internode. ده الحته دي من التعريف بتفرق لنا بين ايه ما بين الليف والايه والستم. And usually bearing no branches or leaves. وانت برضو حاجه بتفرق لنا ما بين الايه ما بين الليف وما بين الايه الستم. التايب اوف ليفز، اول حاجه الكوتيليدون، اول ورقه بتبقى موجوده في الحاجات اللي هي النباتات اللي هي ذوات الفرخه اللي هي بنقول عليها الكوتيليدون، تمام. ممكن تبقى مونوكوتيليدون او دايكوتيليدون، اول ورقه بتطلع اللي هي بنقول عليها الايه الكوتيليدون او السيد ليفز. البروفيلس او الفور ليفز، يعني ايه برو؟ قلنا برو يعني ايه بدايه، برو يعني ايه بدايه. فيلس معناها ورقه، برو يعني ايه يعني كده الورقه البادئه. عشان كده لما بنبص على اول ورقه بتطلع في الشوت او البرانش بتبقى شكلها مختلفة عن بقية الورق، تمام؟ دي بنقول عليها الايه؟ البروفيلس او الفور ليف. فور يعني المقدمة، فور يعني ايه؟ مقدمة. نقول فورورد يعني اتجه لايه؟ الامام. الفولياج ليفز اللي هي الورقة الاوردينري، الورقة العادية بتاعتنا، تمام؟ البراك، البراك دي بتبقى ورقة موجودة على الستم بس في الاكزل بتاعها بيبقى فيه ايه فلورال بد، فلورال ايه بد، مش هتطلع برانش، هتروح مطلع ايه هتطلع فلاور، هتطلع ايه فلاور. الفلورال ليفز اللي هي الورقات بتاعت الفلاور بنقول اللي هي نوع من الموديفايد ليفز. السكيل ليفز، عارفين الورق البصل اللي تحت ده اللي هو احنا بنقشره اول ورقتين، مش عارفين البالب البصله، الورق اللي تحت ده بنقول عليه سكيل ليفز او اوراق حرشوفيه، بتبقى مختلفه عن الفولياج ليفز. يعني نلاقي البصله في حته في عرش اخضر فوق، ده يعتبر فولياج ليفز، تمام. جسم البصله نفسه بنقول عليه ايه سكيل ليفز. في انواع مختلفه كمان من الموديفايد ليفز زي الايه زي النباتات المتسلقه، بيبقى فيها ساعات هوكس ويعني زي مخالب او علشان تعرف تطلع على تطلع وتتسلق، فدي تعتبر نوع من الايه من الموديفايد ليف. الكوتيلي اللي هي الكوتيليدون او السيد ليفز، اول ورقه بتطلع من السيد بنقول عليها الايه بنقول عليها الكوتيليدون ليفز. البروفيلس او الفور ليفز قلنا اللي هي الورقه البادئه او اول ورقه بتطلع في الشوت او البرانش، بنلاقي شكلها مختلف. شايفين ده اول ورقه في البرانش شكلها مختلف، نبص على دي كده شايفين الورقه ايه البروفيلس او او بروفيل، ده بيبقى شكله مختلف عن بقيه الورق اللي هو طالع فوق، فعشان كده بنقول عليها البروفيلس او الايه او الفور ليفز. الفولياج ليفز اللي هي الاوردينري ليفز بتاعتنا الورقه العاديه. البراكت، البراكت هو بنقول هي ورقه موجوده على الستيم بس تفرق عن الفولياج ليفز اللي هي بتبقى ايه في الاكزل بتاعها بيبقى فيه ايه فلورال بد، بيبقى فيه فلاور، بيبقى فيه فلورال بد او كبرت بتبقى ايه فلاور. ادي البراكت وادي الايه وادي الفلاور. طب اللي هي البيتلز والسيبلز اللي هي بتاعت الفلاور نفسها بنقول عليها اللي هي تعتبر ايه فلورال ليفز، نوع من الموديفايد ليفز اللي هي اديت الورق بتاع ايه بتاع الفلاور نفسها.
السكالي ليفز اللي هي الاوراق الكرشوفيه زي اللي موجوده في الايه في جسم البالب او الفصل او جسم البصله. اللي فوق ده فوجازولي ساعد تمام. الورق ده اللي هو حوالين البصلايه نفسها او حوالين البالب ده بنقول عليه سكالي ليفز. الانسرشن اللي هو المنشا، الورقه جايه منين. ممكن نقول ممكن الورقه تبقى طالعه من فوق الروتس على طول، عندها في عباره عن الستم كله انضغط وعمل ديسك وكل الليفز طالعه من ايه؟ من قمه الروت. تمام؟ في الحاله دي بنسميها الايه؟ راديكال. اللي كل ذا ليفز كراودد توجذر اباوت توب اوف روت ات ذا ليفل اوف جراوند اور جاست اباف ات. ممكن في مستوى الايه؟ التربه او فوقها بايه؟ بحته صغيره، ده بنقول عليها الراديكال. الليفز لو كانت على موجوده على ستيم والانجيتد ستيم بنقول عليها ايه؟ كولاي. بنقول عليها ايه؟ كولاي. اللي هي الليفز تبقى سبريد اللي هي بتبقى ايه؟ متوزعه على الانجيتد ايه؟ ستيم. الليفز مورفولوجي عشان ندرس الليفز مورفولوجي لازم نعرف اجزاء الايه؟ اجزاء الليف. قلنا فين الليف هنا؟ من اول البط، من اول الايه؟ البط. الجزء الاولاني خالص بنقول عليه البيتشر، بنقول عليه الايه؟ البيتشر. طيب الجزء النصل الورقه بنسميه اللامينا، بنسميه الايه؟ اللامينا. عشان ندرس الايه؟ الليف اللامينا. اول الليف بنشوف الاول اللامينا اللي بنقول الليف بيز. في اول البيتشر ده في حاجه ولا مفيش حاجه؟ ده بنقول ايه عليها الليف ايه؟ بيز. بنوصف الايه؟ البيتشر موجوده ولا مش ايه؟ مش موجوده. بالنسبه للامنه بنوصف البيز، البيز الايه؟ الفاضل. بنوصف الايدكس، بنوصف شكل الورقه نفسها كلها عامله ازاي. بنوصف المارجن، الحافه بتاعتها عامله ازاي. بنوصف البنيشن، يعني ايه بنيشن؟ التعرق بتاعها اللي هي الباسكولار باند بتاعها متوزع ازاي في الايه؟ في الورقه. بنوصف التكتشر، الملمس بتاعها. تمام؟ ايه؟ والسيرفس، وندرس السيرفس. سيرفس هيري بابسنت عليه شعر كده ولا ايه؟ ولا اجرد زي الايه؟ اللي هو ما عندوش شعر. تمام؟ التكتشر لما تيجي تمسك الورقه في ايدك ملمسها بيبقى عامل ازاي؟ يبقى عشان نوصف الورقه لازم نوصف الايه؟ اول حاجه الليف بيز. تمام؟ وبنوصف البيتيول. نخش على اللامينا. نخش بيز تاني بنقول عليها الايه؟ لامينا بيز. لامينا ايه؟ بيز. ومحدش ايه؟ يلخبط ما بين اللامينا بيز وبين الليف ايه؟ بيز. بنوصف الايبكس. بنوصف البيز، بنوصف المارجن، بنوصف الفينيشن، بنوصف الايه؟ تكتشر، والسيرفس منظره عامل ازاي؟ والشيب بتاع الورقه. شاطر. الكومبوزيشن هنقوله في التايبس. تمام؟ الليف يبقى عشان نوصف الورقه هنقول الليف بيز، البيتول شكله عامل ازاي؟ او بنقول عليه ستوك. البليد او اللامينه شكلها عامل ازاي؟ بنوصف منها التايب هي او الكومبوزيشن بتاعها هي سيمبل ولا كومباوند ولا لوب. شكل الورقه. تمام؟ لو ولو كانت الورقه كومباوند بوصف شكل الوريقه، شكل الايه؟ الوريقه اللي هي الليفلت. شكل الايبكس عامل ازاي؟ المارجن، البيس اوف لامينا، الفينيشن التعرق، التكتشر، سيرفيس. اول حاجه هنشوف الليف بيز وما نلخبطش ما بين الليف بيز والايه؟ واللامينا بيز. نبص كده على الجزء اللي تحت ده يا شباب، هنلاقي الليف بيز طالع فيه ليفلت صغيره او ايه؟
نقول عليها استبيول. ممكن نلاقي الورقه في الليف بيز ما فيهاش حاجه، لا سباين لا شوك ولا ليفلت صغيره، فبنسميها الايه؟ اكس استبيوليت. طيب نبص كده يا شباب، ده نوعه ايه؟ استبيوليت. تمام. طيب وده اكس استبيوليت. طب وده استبيوليت. دي ورقه الحشيش دي. البيتيول ممكن الورقه تبقى ايه؟ تبقى فيها معنقه او ليها ستوك او ليها بيتيول، من ساعتها بنقول عليها بيتيوليت. بنقول عليها ايه؟ بيتيوليت. لو كانت مقصوفه الرقبه ملهاش رقبه بنقول عليها سيسايل. طيب دي هتبقى ايه يا شباب؟ بيتيوليت. ودي سيسايل. ودي سيسايل. طب تيجي نبص على دي يا شباب، دي هتبقى ايه؟ سيسل او سيسايل. ودي بيتيوليت. ودي سيسايل. ودي بيتيوليت. اللامينا البليد قلنا بنقول اول حاجه التايب او الكومبوزيشن. تمام. ممكن تبقى سامبل، الورقه ايه؟ سامبل، عباره عن كونتينوس وان ديفايدد سيرفيس، كلها حته واحده. تمام زي دي كده. دي بنقول عليه ايه؟ سامبل. ممكن تبقى سامبل بس لوبد. سامبل بس ايه؟ لوبد، يعني متفصصه. بس ايه؟ متفصصه. طب نفرق بينها وبين الكومباوند ازاي؟ هنا بيبقى فيه انسيشن. تمام. بيبقى فيه حته داخله في الورقه بس ما وصلتش لغايه المدرب. ما وصلتش لايه؟ لغايه المدرب. الورقه لسه متصلين ايه؟ ببعض. فنقول عليها ايه؟ لوبد. اللوبد ليها نوعين. ليها ايه؟ نوعين. لو كان في مين مدرب، مين ايه؟ مدرب، او بنقول عليه عرق وسطي اساسي ومتفرع منه، متفرع منه ايه؟ برانشز. تمام. فبنقول عليها ايه؟ بنقول عليها بالنيتلي لوبد. طيب لو كان بيطلع كذا مدرب من التوب اوف بتيول، كذا مدرب او طلع من التوب اوف بتيول، بنقول عليها بالميتلي ايه؟ لوبد. ادي برضو ادي التوب اوف بتيول طلع منها كذا ايه؟ كذا مين مدرب، فدي برضو هنسميها ايه؟ بالميتلي ايه؟ لوبد. طيب لو كان الانسيشن وصل لغايه المدرب الاساسي وفصل الوريقات عن بعضها، بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها كومباوند. طيب دي هتبقى ايه يا شباب؟ لوبد. اني نوع من اللوبد؟ بنقول عليه ايه؟ بالنيتلي لوبد. طب نبص كده يا شباب، دي ايه؟ دي لوبد برضو. لا نبص كده، خليك كويس. في عندنا مين مدرب اهو، تمام، وده طلع منه من الايه؟ مين مدرب طلع منه ايه؟ برانشز اهي، طلع من ايه؟ برانشز. يبقى ده يبقى ايه؟ ده بالنيتلي لوبد. برضه بالنيتلي ايه؟ لوبد. طب نبص على دي، يعني احنا مايك وقع بس. ده كده ادي التوب اوف بتيول وطلع منها طلع كذا مين مدرب، دي بنقول عليها ايه؟ بالميتلي لوبد. نبص على دي بقى يا شباب، بنقول عليها ايه؟ كومباوند. ودي كومباوند سمبل. طيب الكومباوند بقى فيها تقسيمه ثانيه. لو كان بتنتهي ببير اوف ليفز او ليفلتس، بنقول عليها فاري بالنيت. بنقول عليها ايه؟ فاري بالنيت. لو كانت انتهت بايه؟ بورقه واحد بسنجل ليفلت او اود ليفلت، بنقول عليها ايه؟ امباري بالنيت. طيب
طب حد يبص على دي، دي عبارة عن ايه؟ سمبل. طيب دي عبارة عن كومباوند ليف بس فيها ايه؟ فيها ورقتين بس، بنقول عليها ايه؟ بايفوليتد. بنقول عليها ايه؟ بايفوليتد. طب لو كانت فيها ثلاثة ترايفوليتد، تمام؟ طيب لو فيها كذا كذا وريقة او كذا ليفلت وكلهم طالعين من التوب اوف بتيول، بنقول عليها ايه؟ بالميت. طيب لو كلهم طالعين من مين اكسس، او بنقول عليها الراشس او الراكس، تمام؟ ومنتهية بورقتين، بنقول عليها ايه؟ ايه؟ انا سمعت حد يقول امبالي بالنيت. طب لو كانت بتنتهي بورقة واحدة، امبالي بالنيت. طيب دي نوعها ايه؟ ادي التوب اوف فيتيول طلع منها كذا، بنقول عليه تبقى دي بايه؟ بالميتلي كومباوند. بالميتلي ايه؟ كومباوند. طب ودي؟ بالنيتلي كومباوند. نوعها ايه؟ انهي نوع من بالنيتلي كومباوند؟ امباري بالنيت. ما انتوا شاطرين. طيب نبص على دي يا شباب، دي سيمبل ولا كومباوند؟ بالميتلي ولا بالنيتلي كومباوند؟ أي نوع من بنيتلي كومباوند؟ يبقى نقول عليها باري بنيت كومباوند. باري بنيت ايه؟ كومباوند. طب ودي؟ باري. طب الشاطر بقى هيقول لي ايه دي؟ دبل كومباوند. شاطر صح، انا قلناها في اول شريحة. الحشيش. دي بقى هنقول عليها ايه بقى يا شباب؟ نقول عليها لوبد ولا ايه؟ ولا كومباوند؟ بص كده عليها كويس، عليها كومباوند. هي لوبد بس هي اتلخبط. هي ايه؟ لوبد بس ايه؟ لا هنلاقي بص كده في النص كده هنلاقي ايه؟ كلهم في حته في حته متصلين بيها كلهم مع بعض. هنخش على ثاني حاجه، خلصنا الكومبوزيشن، نخش على الشيب اوف لامينا. لو كان الويتس بتاعها قد بعض طول ما احنا ماشيين، شكرا سيدي، تمام؟ فوق زي تحت، تمام؟ فيها كذا نوع. لو كانت رفيعه خالص زي دي بنقول عليها الفيلي فورم، عامله زي الايه؟ زي الخيط. زي الايه؟ خيط. بنقول عليها ستريت لايت. ستريت ايه؟ لايت. لو كانت اتخن شويه وعامله زي الايه؟ زي الرمح كده، او بنقول عليها عامله زي الابره، بنقول عليها السيكولر او نيدل شيب. لما تتخن شويه بنقول عليها ايه؟ لينير. تبقرص شويه بنقول عليها ايه؟ اوبلونج. طيب التاني تقسيمه لما يكون الويتس بتاع الايه؟ عند البيز اكبر من الويتس عند الايه؟ عند الايبكس. شايفين يا شباب الويتس عند البيز اكبر من الايه؟ من الويتس عند الايه؟ عند الايبكس. فيها كذا نوع. لو كانت شبه الرمح بنسميها ايه؟ لانسيوليت. لو كانت شبه البيضه بنسميها ايه؟ اوفيت. لو كانت شبه القلب بنسميها كورديت. كاردياك يعني ايه؟ قلب، تمام؟ كورديت يعني شكلها عامل زي القلب. رينال يعني حاجه ليها علاقه بالايه؟ بالكلى. فلما اقول لك رينيفورم يبقى ايه؟ شبه الكلى. طب نبص على العكس. ثالث مجموعه لما يكون الويتس عند الايبكس اكبر من الويتس عند الايه؟ عند البيز. قلنا لما يكون في بريفكس اوب يعني مقلوب. اوب ايه؟ مقلوب. فلما يكون عامل زي البيضه المقلوبه بنقول عليها ايه؟ اوب اوفيت. لو قلب مقلوب بنقول عليه ايه؟ اوب كورديت. عامله زي المعلقه او لبست الجزمه. مين اللي قاعد مدينه؟ مين اللي قاعد مدينه هنا؟ لسه ما سكنتوش؟ طيب طيب اصل كان زمايلنا بتوع المدينه كان يحط المعلقه على طول في جيبه كده.
ليه؟ عشان ساعات مش هيطلع، مش هيلحق يطلع السكن ويلحق الغدا، فيكون حاطط الجاهز بالمعلقه في جيبه، مخلص الكليه يخش على المطبخ على طول. خلصنا كده الشيب اوف لامينا، نخش على الايبكس القمه. لما يكون مدبب كده بنقول عليها ايه؟ اكيوت او اكيوت. لما يكون مدبب خالص بنقول عليه ايه؟ اكيومينيت. لما بيكون طالع منه سباين صغيره تمام بنقول عليها ماكرونيت. لما يكون مدور كيرفت بنقول عليه ايه؟ اوبتيوز. لما يكون في نوتش صغيره داخله جوه بنقول عليه ايه؟ ريتيوز. لما يكون النوتش كبيره خالص بنقول عليها ايه؟ مارجنيت. دخلت خالص بنقول عليها كليفت. المارجن اوف لامينا لما يكون سموث خالص بنقول عليها انتاير. لما يكون عليها زي الشعر بنقول او سيليا، سيليا يعني شعر، بنقول عليها سيليات. لما يكون فيها سباين نقول عليها ايه؟ سبايني. لو كان فيها راوند تيث سنون بس ايه راوندد، راوندد تيث بنقول عليها ايه؟ كرينيت، عامله زي الكرانيش تمام؟ نقول عليها ايه؟ كرينيت. لو كان في تيث بس كلها عموديه على المارجن نقول عليها ايه؟ دنتيت. لو كان فيها تيث بس عامله رايت انجل مع الايه؟ مع المارجن، عامله بنقول عليها شبه المنشار بنقول عليها ايه؟ سريت. في حاجات اكتر من كده بس دول كفايه عليك. اللي ممكن فيه دبل سريت يبقى ايه؟ عامل اول ادي التيث تمام؟ وبعد كده هي نفسها ايه؟ اتقسمت تاني لتيث، لتيث ثانيه. ممكن تبقى لوبد. لما يكون في انسيشن داخل جوه نقول عليها ايه؟ لوبد. البيز اوف لامينا لو كان النصين، ادي البيز اوف لامينا. لو كان النصين بتاعت اللامينا قد بعض حوالين المدرب بنقول عليها ايه؟ سيمتريك. لو كان النصين مختلفين حوالين المدرب بنقول عليها اسيمتريك. لو كانت اللامينا ممتدة حوالين البتيول، ممتدة خلصت اللامينا وطلعت على البتيول كمان وبدأت تمتد بنقول عليها ايه؟ ديكارنز. لو كان في نوتش داخلة عاملة زي القلب كده بنقول عليها ايه؟ كورديت. طيب نقول عليها الورقة دي مثلا نقول عليها البيز بتاعها ايه؟ اسيمتريك. طب دي سيمتريك. الفينيشن اللي هي التعرق، اللي هي مجموعات الفاسكولار باندل اللي هي بنتريت الليف، شكلها عامل ازاي. لو كان في كذا مدرب وكلهم بارل لبعض بنقول عليها بارل تمام، متوازيه. ودي مشهوره خالص في الايه؟ في النباتات المونوكوتيليدون تمام، زي القمح زي الذره. ممكن تبقى عامله فيها جنرال او مين مدرب وبعد كده حصل فيه برانشنج بنقولها تمام، بنقول عليها ايه؟ بني عامله زي الريشه بنقول عليها ايه؟ بنيت ريتيكوليت. كلها عامله شبكه فبنقول عليها دي بنيت ريتيكوليت، شبكه كلها عامله زي الايه؟ زي الريشه. طب لو كانت في كذا مدرب تمام، كذا مين مدرب وبدا يحصل لهم برانشنج وعمل شبكه بنقول عليها بالميت ريتيكوليت. بالميت ايه؟ ريتيكوليت. لو كان عامل زي المروحه دي بنقول عليها دايكوتوموس. السيرفس السطح بتاعها ممكن يبقى ايه؟ سموث. ممكن يبقى في نقط زي دي كده نقول عليها ايه؟ سموث. نعم اي خالص. ساعات بيبقى فيه في الورقه
اويل جلاند جوه الورقه تمام. فنلاقي اللي هي لو بصيت عليها هنلاقي اللي هي بتبقى ايه منقطه او فيها ايه او دوتد بنقول عليها الايه بانكتيت. طيب لو كانت ناعمه ما عليهاش شعر بنقول عليها ايه جلابروس. لو كانت عليها هيرز بنقول عليها ايه بابسنت. بنقول عليها ايه بابسنت. السموث مش النوعين اللي يعتبر شبه بعض الاثنين ايه شبه بعض بس ساعات بيبقى عليها هيرز صغيره هتقول عليها برضو ايه سموث. مش شرط اللي انا ممكن اقول لك الورقه زي السنه النهارده السنه اللي تاخدوها النهارده الورقه بتاعتها هي ناعمه هتشوفها ايه ناعمه بس هي عليها هيرز صغيره انت مش حاسسها انت ايه مش حاسسها فبنقول عليها السيرفيس يا ايه يا سموث يا جلابرس الاثنين شبه نفس المعنى. التكتشر التكتشر يعني الملمس بتاع الورقه بين صوابعك بين ايه بين لما تيجي تمسك الورقه ممكن تبقى عامله زي ورقه البفره اللي هي بتلاقيها ما بين الشرايح دي تمام وبتنضف بيها عدسات بنقول عليها ممبرينس بنقول عليها ايه ممبرينس. ممكن تبقى عامله زي ورقه الكراسه بتاعتك بنقول عليها ايه بيبري. لو كانت الورقه الجلديه عارفين ورقه الفيكس اللي بره نلاقي عامله زي الجلد كده ناشفه شويه مش بيبري بقى زي ورقه الكراسه لا جامده شويه عامله زي الجلد نقول عليها ايه كرياشيوس. نقول عليها ايه كرياشيوس. طب لو كانت عامله زي ورقه الصبار اللي هو ورق غض او في ميه فليشي نقول عليها ايه ساكولنت. نقول عليها ايه ساكولنت. الفيلوتاكسيس اوف ليف الفيلوتاكسيس اوف ليف اللي هي توزيع الورق على الستم توزيع الورق الليفز على الايه على الستم. لو كل نود بيطلع منها ورقه واحده وكل مره بيطلع من ناحيه غير الثانيه تمام نقول عليها الترنيت. نقول عليها ايه الترنيت. يبقى كل نود بتطلع ايه ورقه واحده نقول عليها ايه الترنيت. طب لو كانت طب دي هتبقى ايه يا شباب دي برضو الترنيت. طيب لو لقينا النود بتطلع ورقتين وكلهم في نفس البلين كلهم في نفس الايه بلين في نفس المستوى تمام بنقول عليها الاوبوزيت. بنقول عليها ايه الاوبوزيت. طب لو كانت كل نود بتطلع ورقتين بس كل مستوى بيبقى بريبنديكولار على المستوى الثاني زي دول كده شباب ادي الورقتين دول قدام ورا تمام الورقتين اللي فوقيهم بيبقوا ايه يمين وشمال يبقى مستوى بتاع الورقتين عمودي على مستوى الورقتين التانيين بنقول عليها الايه اوبوزيت دي كاسيت. اوبوزيت ايه دي كاسيت. طب لو كان النوب بيطلع اكتر من اثنين بنقول عليها ايه وورلت. ايه احنا قلنا النود اللي هي الفرق ما بين العقل تمام الفرق ما بين الايه العقل. احنا بنقول في التعريف قلنا يعني ايه نود وانتر نود قلنا الستيم بيبقى فيه ايه العقل. العقل نفسها بنسميها الايه الانتر نود. عند مكان اتصال العقل بنشيل عليها ايه النود. طب دي يا شباب بنسميها ايه هي مكتوب تحتيها بس مش مشكله تمام. طب دي كل ورقتين عمودين المستوى بتاعهم عمودين على اللي تحتيهم بنسميها ايه اوبوزيت ديكاسيت. طب دي اوبوزيت. طب ادي النود طلع منها كام سته يبقى دي بنقول عليه وورلد. كده خلصنا المورفولوجي هنتكلم عن الاناتومي تمام. اول حاجه في الليفز اللي هي بيبقى فيها طبقتين اساسيتين اللي هم الايه الابيديرم اللي فوق والابيديرم اللي تحت نقول عليها الابر ابيديرم اللي هو ده وتحت بنسميه الايه اللور ابيديرمس تمام. يبقى في الابر ابيديرمس واللور ابيديرمس بيتميز بايه الابيديرمس
اتكلمنا واحنا بنتكلم في الهيستولوجي في البوتاني، قلنا الابيدرمس بيتميز بايه؟ اول حاجه بيبقى عليه طبقه كيتيكل، ايه وظيفتها؟ اللي هو بيعمل اكلوجن للووتر، اللي هو بيمنع الايفابوريشن بتاع بتاع الميه، تمام؟ طب قلنا حاجه ثانيه في الابيدرمس، ايه الخصائص بتاعتها؟ اتكلمنا كان في باراجراف على الابيدرمس، تمام؟ وانتوا لسه كنتوا لسه انتوا الاسبوع اللي فات كنتوا في ميد ترم يعني مذاكرين. ما شاء الله ما شاء الله. قلنا اللي هو الابيدرمس بيتكون من خلايا كلها ايه جنب بعضها. قلنا السيرفيس اللي فوق بنقول عليه الابر ايه سيرفيس بالنسبه للخلايا الابيدرمس، يعني الايه الطبقه دي بنقول عليها الايه الابر سيرفيس، تمام؟ دي كلها اسمها ايه ابر سيرفيس، واللي تحت بنسميه اللور ايه سيرفيس، تمام؟ طب الجدر اللي ما بين الخلايا وبعضها بنسميها ايه؟ انتي كلاينال، بنسميها انتي كلاينال وول. الوول اللي ما بين الخلايا وبعضها بنسميها الايه؟ انتي كلاينال وول. طب قلنا الابيدرمس فيه ايه تاني؟ الاستوميتا، شاطر. في الايه؟ الاستوميتا، تمام؟ بانواعها. يبقى فيه الهيرز، شاطر. وساعات بيبقى فيه كونتنت في السيلز بتاعت الابيدرمس، ممكن نلاقي فيها كريستال، تمام؟ يبقى لما نيجي نوصف الابيدرمس أول حاجة بنوصف الكيوتيكل. بنوصف الإيه؟ الكيوتيكل. الكيوتيكل ده اللي هو طبقة بيبقى بيتكون مادة الإيه؟ كيوتين. قلنا الكيوتين ده عبارة عن إيه؟ فاتي سابستنس، فاتي إيه؟ سابستنس. وظيفتها إيه؟ تمنع الإيفابوريشن أوف الإيه؟ أوف ووتر. طيب، الكيوتيكل لما بيجي يترسب على الجدر بتاعة الإيه؟ بتاعة الإبيدرمس، بيبقى ليه كذا شكل. ممكن يبقى ثموس، الكيوتيكل ممكن يبقى ايه ناعم، وممكن يبقى مخطط بنقول عليه سترايتد، ممكن يبقى ايه سترايتد، ممكن يبقى ثموس، ممكن يبقى ايه سترايتد. طيب هنوصف بعد كده الانتي كلاينال وول. شكل الجدر ما بين الخلايا ممكن تبقى ستريت، يعني ستريت مستقيمه، ممكن تبقى ويفي، ممكن تبقى ايه ويفي، يعني ايه ويفي؟ معرج. ممكن تبقى بيدد، عامله زي الايه؟ في ما بين الجدر حاجات زي الخرز. فممكن يبقى ستريت انتكلاينال وول، ممكن يبقى ويفي انتكلاينال وول، ممكن يبقى بيدد انتكلاينال وول. يبقى الكيوتيكل ممكن يبقى سموث، ممكن يبقى ايه؟ سترايتد. الانتكلاينال وول ممكن يبقى ايه؟ ستريت، ممكن يبقى ويفي، ممكن يبقى بيدد، تمام؟ طيب هنوصف ايه تاني يا شباب؟ الاستوميتا، نوع الايه؟ الاستوميتا بانواعها المختلفه اللي احنا شفناها ايه؟ قبل كده، اللي هي ايه؟ باراسيتك وانوموسيتك والانيزوسيتك، تمام؟ والدياسيتك، شاطرين يا شباب. طيب وهنوصف ايه تاني؟ الهيرز. وصف الهير لو كان على شطح الابيدرمس هيرز، هنوصفها جلاندولر ونان جلاندولر واشكال الخلايا زي ما قلنا في الايه في المحاضرات اللي فاتت. هنوصف ايه كمان؟ السيل كونتنت، بنلاقي فيها الايه السيل كونتنت. طيب كده خلصت. وغالبا الصغور بتبقى اكتر في الايه في الابر ابيدرمس، تمام؟ طيب ما بين الابر ابيدرمس، قلنا اللي ده ابر ابيدرمس وده لور ابيدرمس، اللي ما بينهم اللي ما بين الطبقتين دول عليهم بنقول عليها الميزوفيل. قلنا فيل يعني ايه؟ قلنا البروفيلس اللي هي الورقه الاولانيه، قلنا برول بادئه، وفيلس يعني ايه؟ ورقه، تمام؟ بنقول عليه ميزوفيل، اللي هي الطبقه الوسيطه ما بين الابر ابيدرمس وبين اللور ابيدرمس اللي هي جسم الورقه نفسها، تمام؟ وده بينقسم لايه؟ لنصين. هنلاقي في خلايا كولامنر، خلايا ايه؟ كولامنر عموديه، كولامنر ايه؟ عموديه، بنقول عليها الايه؟ الباليسيت، اللي بنقول عليها الباليسيت، تمام؟ الباليسيت لاير دي ممكن نلاقيها في وش واحد
من الليفز، يعني ممكن نلاقيها تحت الابر ابيدرمس بس، وممكن نلاقيها تحت الابر ابيدرمس وجنب الايه اللور ابيدرمس. تمام، كل حاله من دول ليها اسم. تمام، لو كانت ناحيه الابر ابيدرمس بس بنقول عليها الايه دورزي فنترال. دورزي ايه فنترال؟ يعني ايه دورزي فنترال؟ دورزال يعني ايه ظهر، دورزال يعني ايه ظهر، فنترال يعني ايه بطن، دورز يعني ايه فنترال يعني بطن. دورزي فنترال يعني ايه وشها غير ظهرها، وشها يعني ايه غير ظهرها، نقول عليها دورزي ايه فنترال. طب لو كان في بلاسيد فوق وبلاسيد تحت بنسميها الايزو بايلاترال، بنسميها الايه الايزو بايلاترال. طب الطبقه الثانيه من الميزوفيل بنسميها ايه؟ بنسميها سبونج تيشو، سبونج ايه تيشو، اللي هي الطبقه اللي تحت دي من اللي هي تبقى غالبا بتبقى خلايا، خلايا بارينكيما وفيها انترسيلولر سبيس. ليه وظيفتها ايه؟ وظيفتها الجاز اكسشينج، في ربنا عامل فجوات ما بينها علشان الهواء يخش من الايه من الاستوميتا. تمام، ويحصل الجاز ايه اكسشينج، ده غير اللي هو يفقد الميه عشان يظبط الاوزمولاريتي علشان يسحب الميه من الجدر. تمام، يبقى في انترسيلولر سبيس عشان يدي مساحه يحصل الايه الجاز اكسشينج، ويدي مساحه اللي شويه من من البخار الميه يطلع من الانسجه ويطلع بره عشان يحصل اللي هو بنقول عليه الاسموتيك بريشر. تمام، يحصل ضغط اسموزي يسحب الميه من الايه من الجدر. تمام، طيب الجزء اللي في النص ده اللي هو بيبقى حوالين الميدريب بنقول عليه الكورتيكال تيشو، بنقول عليه الايه الكورتيكال تيشو. الكورتيكال تيشو ده برضه ليه حاجات مميزه. تمام، في بعض النباتات اللي بيبقى فيه طبقه البلاسيد كونتينوس، يعني حتى في منطقه الكورتيكال تيشو تبقى ايه مستمره. في بعض النباتات اللي هي عند منطقه الميدريب نلاقي البلاسيد انقطع. تمام، بنقول عليها انتربتد. الجزء اللي هي الانسجه اللي حوالين الميدريب اللي تحت دي ساعات بنلاقي فيه كولينكيما، بنلاقي فيه ايه كولينكيما، ممكن نلاقيها تحت ممكن نلاقيها فوق. وظيفتها قلنا وظيفه الكولينكيما ايه؟ نقول الفليكسبل سبورت، الفليكسبل ايه سبورت. نخش بعد كده على منطقه الفاسكولار باندل، قلنا اخر طبقه واحنا بندرس واحنا بندرس في الستيم واحنا بندرس في الـ في الزايلم والفلايم وانواع الانسجه، قلنا اخر طبقه في منطقه الكورتكس بنسميها ايه قبل الفاسكولار باندل؟ بنسميها الاندوديرمس، بنقولها ايه اندوديرمس. منطقه الاندوديرمس دي ساعات تبقى شبه الخلايا اللي حواليها مش هنسميها. تمام، علشان هي هي نفسها نفس الخلايا. ساعات بتبقى خلايا فيها ستارش، فيها ستارش وعامله غلاف حوالين الفاسكولار باندل بنسميها ستارش شيس، بنسميها ستارش ايه شيس. شيس يعني غلاف، شيس يعني ايه غلاف، ستارش شيس يعني غلاف ايه من النشا. تمام، يبقى منطقه الاندوديرمس اللي هي اخر اخر منطقه من الميزوفيل قبل ما نخش الفاسكولار باندل دي لو كانت بارينكيما مش هنسميها، لو كانت بارينكيما وفيها ستارش بنسميها ستارش ايه شيس، لو كانت كولانكيميتس هنقول اللي هي في اندوديرمس كولانكيميتس. بعد كده هنخش على الفاسكولار باندل نفسها. تمام، اول حاجه فيها بنقول عليها الايه لا هي نقول عليها البريسايك، اول قبل الفاسكولار باندل في البريسايكل، في الايه البريسايكل. البريسايكل ده لو كان بارينكيميتس زي الخلايا اللي حواليه مش هنسميه، مش هنعرف، مش هنفرقه عن اللي بعديه. تمام، ولا اللي قبليه. طب لو كان عباره عن فايبرز بنقول عليه سكارانكيميتس ايه بيريسايكل، سكارانكيميتس ايه بيريسايكل. طب لو كان كولينكيميتس هنقول كولينكيميتس ايه بيريسايكل. نخش على الفاسكولار باندل هنلاقي مجموعات من الزايلم والايه والفلويم، مجموعات من الزايلم والايه والفلويم. طب ده يبقى ايه يا شباب؟
الطبقه دي طبقه ايه؟ ابر ايبيديرمس، ودي طبقه الايه؟ لور ايبيديرمس. الجزء اللي في النص ده كله اسمه ايه؟ الميزوفيل. تمام. الطبقه اللي فوق اللي بيبقى في خلايا الكولامنر دي اسمها ايه؟ باليسيد. ممكن تبقى ممكن يبقى صف، ممكن يبقى صفين، ممكن يبقى ثلاثه على حسب النوع، ممكن يبقى فوق وتحت، ممكن يبقى فوق بس. وقلنا الوظيفه اللي هو سبونج تيشو، قلنا بارينكايما فيها انتراسيلولار سبيس كبير، ووظيفه الانتراسيلولار سبيس اللي هو يعني يحصل ايه؟ الجاز اكسشينج، ويفقد فيبر اوف الووتر فيبر عشان يظبط الاوزموتيك ايه؟ بريشر. ادي تي اس زي ما لو شفناه، لو عملنا تي اس في الورقه هنلاقي ده الابر ايه؟ ابيديرمس، وده اللور ايه؟ ابيديرمس. الجزء اللي في النص ده بنقول له بنسميه الايه؟ اسمه ايه؟ ميزوفيل. الخلايا الكولامنر اللي فوق دي بنسميها ايه؟ بلاسيد. الخلايا البرينكيما اللي هي ما بين البلاسيد وال وتحت بنسميها الايه؟ سبونج تيشو. تمام. الجزء ده اللي في النص ده بنسميه ايه؟ الكورتيكال تيشو اللي حوالين المدرب. تمام. طب في التي اس ده هنلاقي البلاسيد جه في منطقه الكورتيكال تيشو واتقطع وبقى في مجموعات من الكولينكيما، وطبعا شايفين الجدر بتاعها متغلظه ازاي. تمام. وهنا مجموعات من الكولينكيما وشايفين جدارها متغلظه ازاي، وتقدر تفرق ما بينها وبين البارينكيما اللي هي اللي قبليها. تمام. قلنا وظيفه الكولينكيما دي اللي يبقى ايه؟ سبورت. يبقى هنا التي اس ده دورسي فنترال ولا ايزو بايلاترال؟ ايزو بايلاترال ولا دورسي فنترال؟ كده البلاستيد موجود فوق بس ولا موجود فوق ده؟ والله لا، فوق بس. فوق بس يبقى بنقول عليه الدورزي ايه؟ فنترال. طيب البلاسيد كونتينوس ولا انتربتد في منطقه المدرب؟ انتربتد بايه؟ بالكولينكيما. كولينكيما. تمام. هنا هنا مفيش اندوديرمس مميز. بص كده مفيش خلايا مميزه حوالين الفاسكولار باندل، مفيش بيرسايكل مميز. تمام. يبقى نخش على الفاسكولار باندل اللي هو هيبقى فيه الايه؟ زايلم اللي هي الخلايا الخشب اللي هي بتبقى بالمنظر ده، ومنطقه الايه؟ الفلوين. الخطوط الخضراء اللي في النص دي بنسميها مضلل ريز، بنسميها الايه؟ مضلل ايه؟ ريز. يبقى الميزوفيل ارنجمنت ممكن يبقى ايزو بايلاترال، ممكن يبقى دورزي فنترال. الابر بلاسيد ممكن يبقى كونتينوس، ممكن يبقى ايه؟ انتربتد. التايب اوف بريسايكل ممكن يبقى سكرانكايميتس او كولونكايميتس، ويستعيدها بنوصفه لو كان بارينكايميتس عشان نعرف ان ايه نميزه. الستار شيس لو كان اخر طبقه من منطقه الميزوفيل حوالين الفاسكولار باندل فيها ستارش، بنقول عليها طبقه الاندوديرمس فيها ستارش بنسميها ستارش ايه؟ شيس. الكولينكيما ممكن نلاقيها حوالين المدرب منطقه الكورتيكال تيشو، ممكن نلاقيها تحت الابد ابيديرمس جنب الايه؟ اللور ابيديرمس. الاسبونج تيشو ساعات بنلاقي فيها ايه؟ اويل جلاند. في بعض النباتات هنلاقي فيها ايه؟ اويل جلاند، خصوصا النباتات اللي فيها اويل فيكسد اويل او ايه؟ او فولاتايل اويل. طب نيجي نبص بقى على التي اس دي. طب التي اس ده كده ايزو بايلاترا كده، في بلاستيد فوق وايه؟ وتحت. دي النوع التي اس ده بنسميه تي اس داجرام. اللي احنا شفناه قبل كده اللي هو الخليه نفسها بنسميه تي اس سيكتور، تي اس ايه؟ سيكتور. هنا لما بنحول الانسجه لشكل تخطيطي عشان اميزها بنقول عليه تي اس ايه؟ داجرام. هنلاقي المفروض كده ده يبقى كده يا شباب. التي اس داجرام ليه معنى، كل حاجه ليها معنى فيه. عرفت السن يا شقي؟ ماشي. تمام.
لو كان المنطق لو كان منطقه كلير كده او منطقه بيضه زي دي كده ده هي عباره يقول لك الانسجه دي بارينكيما يقول لك الانسجه دي ايه بارينكيما. طب لو كان اوبليكلي لايند لو كان اوبليكلي لايند كده خطوط مايله ده معناها الخلايا دي كولينكيما الخلايا دي ايه كولينكيما. طيب لو كان خلايا متقطعه متقاطعه مع بعضها كده يقول لك اللي ده ايه سكلارينكيما. طيب نيجي نوصف التي اس ده التي اس ده طيب الارنجمنت بتاع الميزوفيل قلنا اللي هيبقى ايه ايزو ايه بايلاترال. طيب البلاسيد لاير حته الكورتيكال تيشو البلاسيد لاير كونتينوس ولا انترابتد تحت انترابتد وفوق ايه وفوق كونتينوس تمام. في برضو حاجه بنوصفها في تي اس اللي هي البروميننس بتاع المدرب. شايفين في التيس ده هنلاقي ايه مور بروميننت بروميننت يعني بارز بروميننت يعني ايه بارز. هنلاقي في التيس بتاع السنه بيبقى مور بروميننت في اللور سيرفيس لور بروميننت في الايه لور سيرفيس. طيب تعالى نبص ده بتاع الديجيتاليز تمام. البروميننس هنوصفه ازاي اللي هو بيبقى ديبريسد في الايه في الابر سيرفيس ومور بروميننت في الايه في اللور سيرفيس تمام. طيب تعالى نكمل السنة علشان برضو ايه نقول كل حاجة فيها. طيب منطقة الاسبونج تيشو منطقة الاسبونج تيشو هنلاقي فيها النقط دي عبارة عن ايه كريستال من الكالسيوم اوكساليت كريستال من الايه من الكالسيوم اوكساليت ودي بتبقى كلاستر كريستال من الكالسيوم اوكساليت. كده خلصنا الحتة نخش بقى الحتة بتاعت الايه فاسكولار باندل. هنلاقي مجموعات من السكلارينكيما حوالين الفاسكولار باندل حوالين الايه الفاسكولار وعامله حاجه اسمها كريزنت شيب سكلارايد كريزنت شيب ريسايكل. كريزنت شيب يعني كريزنت يعني كريزنت يعني هلال كريزنت يعني ايه هلال يعني عامل هلالين حوالين الفاسكولار باندل فوق وتحت. يبقى توصيفي في الريسايكل هنا اللي هو سكلارينكيماتس تمام شكله عامل ازاي كريزنت شيب فوق وتحت فوق الفاسكولار باندل وتحت الفاسكولار ايه باندل. من الحاجات المميزه في السنه كمان اللي البارينكيما اللي حوالين الفاسكولار باندل اللي هي دي كده تعال ناخد لون ازرق شايفين دي كده شباب البارينكيما اللي حواليها فيها نقط ايه النقط دي كريستال بس النوع بتاعها هنا البريزماتيك كالسيوم اوكساليت بريزماتيك ايه كالسيوم اوكساليت. طب كده عندنا فايبر وعليها بارينكيما والبارينكيما دي فيها بريزماتيك كالسيوم اوكساليت هيبقى ده لما نيجي نشوفها في البودره هنشوف ايه كريستال شيز كريستال ايه يبقى كريستال شيز ده عباره عن ايه البريسايكليك فايبر عليه ايه عليه بارينكيما فيها ايه فيها بريزماتيك كالسيوم اوكساليت. طب نخش على الفاسكولار باندل. الفاسكولار باندل ممكن ده عباره عن الايه زايلم والايه والفلويم تحت تمام. طب نخش على التيس الثاني. طيب نبص كده ادي المفروض الحته دي هي الورقه كلها يا شباب الورقه بتاعتها رفيعه وده كله بروميننس ده كله بروميننس في منطقه الايه المدرب. طب التي اس ده هيبقى ايسو بايلاترال ولا دورز فنترال؟ حبيبي تعال شور متاكد؟ هاخد اطلع حد يتاكد. طب يلا طب ده هيبقى ايه؟ لايين بلاسيد فوق تحت فوق وتحت ولا فوق بس؟ فوق بس يبقى ده دورز ايه؟ فنترال. طب البلاسيد انتربتد في منطقه المدرب ولا كونتينوس؟ انتربتد بايه؟ كولينكما قلنا الخلايا الخطوط المايله معناها ايه؟ معناها كولينكما
طيب كده المنطقه الايه، منطقه الميزوفيل ما فيهاش كريستال، شايفينها كلير كده، يبقى دي بارينك ما فيهاش كريستال. نبص حوالين الفاسكولار باندل هنلاقي فيه ايه، في خلق، في خط كده، شايفين الخط الاسمر ده، ده عباره عن الاندوديرمس، الاندو ايه ديرمس، وفي ستارش، وفي ايه ستارش، يبقى اس هيعمل حاجه اسمها ايه ستارش ايه شيس. طب نبص على الفاسكولار باندل، ادي زايلم فوق وبعد كده فلويم تحت عادي. طيب البروميننس عند المدرب، مين المور بروميننت، الابر سيرفيس ولا اللور سيرفيس؟ اللور ايه، ده بالعكس، ده ديبريسد في الايه، في الابر سيرفيس، في ديبريجن، في ايه ديبريجن حبيبي اللي مشغل القران. انا القران مش غلط بس ما ينفعش في المحاضره حبيبي، ولا دي الرنه بتاعتك ايه حبيبي، حبكة الاذكار في وسط المحاضره، ربنا يقوي ايمانك يعني، بس يعني في اي، في حاجه اسمها فرض الوقت، واحده مين ماشي حبيبي اقفله قبل ما تخش. تمام. طب نبص على التي اس ده كده، البلاسيد في الايه، في الابر سيرفيس صح، يبقى ده دروس فينترال ولا ايزو بايلاترال؟ ده بقى دورز فينترال. طب البلاسيد البلاسيد في الابر سيرفيس كونتينوس ولا انتربتد؟ انتربتد بايه؟ بكولينكيما، وفي كولينكيما في الكورتيكال تيجو، وفي كولينكيما في المنطقه اللي في تحت الابر ابيديرمس، وكولينكيما فوق الايه؟ فوق اللور ابيديرمس، ادي كولينكيما وادي كولينكيما. تمام؟ طيب الخط ده قلنا اللي هو ده ايه؟ ده خط الاندوديرمس اللي فيه ستارش، يبقى دي فيها ستارش ايه؟ ستارش شيس. طيب انت جميل. تمام؟ يبقى دي منطقه الزايلم، واللي تحت دي منطقه الفلويم. طب ايه اللي فوق شويه الحاجات اللي فوق دي؟ دي مجموعات من الفلويم برضو، مجموعات من الايه؟ من الفلويم، بنقول عليها بريميدلاري فلويم. بريميدلاري ايه؟ فلويم، يعني مجموعات من الفلويم قبل منطقه الايه؟ دلر الريس. قلنا الخطوط دي اسمها الايه؟ قلنا الخطوط دي اسمها ايه يا شباب؟ مدلري ريز، مدلري ايه؟ ريز. عشان كده مجموعات الفلويم اللي فوق دي بنسميها الايه؟ بري مدلري. بري يعني ايه؟ قبل. بري يعني ايه؟ قبل. وساعات تسميها انترا زايلري فلويم. انترا ايه؟ انترا يعني جوه. تمام؟ انترا زايلر فلويم يعني مجموعات من الفلويم موجوده قبل منطقه الزايلم. تمام؟ والحاجات دي كاركترستيك لفاميلي سولانيسي، كاركترستيك لفاميلي ايه؟ سولانيسي. ليه؟ نلاقي خط الاندوديرمس اللي هو ستار شيس. تمام؟ ونلاقي مجموعات من الفلويم قبل قبل الزايلم، بنقول عليها بريميدلاري فلويم او الانترا زايلر ايه؟ فلويم. تمام؟ طب كده مين المور بروميننت، الابر سيرفيس ولا اللور سيرفيس عند المدرب؟ الابر واللور، الابر تمام بس اللور مور بروميننت، الابر ايه؟ اللور ايه؟ مور بروميننت، يبقى الابر سيرفيس بروميننت واللور سيرفيس هتبقى ايه؟ مور بروميننت. نخش على الهاي ساينس. تمام؟ تمام؟ حد يوصفها لي كده يا شباب؟ كده في بلاستيد فوق وبلاستيد ايه؟ تحت. كم طبقه؟ طب استنى بقى استنى، البلاستيد هنلاقي هنا في حاجه جديده، البلاستيد مش طبقه واحده، البلاستيد مش ايه؟ طبقتين فوق وطبقتين ايه؟ تحت. طيب كده هيبقى ايزو بايلاترال ولا دورزي فنترال؟ ايزو ايه؟ بايلاترال. طب ده البلاستيد في الابر، في الابر سيرفيس كونتينوس ولا انتربتد؟ انتربتد بايه؟ برينكيما. شاطر. تمام. هنا ما فيش كولينكيما في منطقه الكورتيكال تيشو، ما فيش ايه؟ كولينكيما. طب قلنا الدايره اللي حوالين الفاسكولار باندل دي اللي هي الايه؟ ستارش ايه؟
ستار شيس مميز للافلام الفوقانيه. وقلنا المجموعات اللي فوق الزايلم دي بنسميها ايه؟ بريم دالاري فلاين او الانترازايلري ايه فلاين، ودي مميزه للايه؟ لفاميلي سولانيسي. نسينا نقول الحاجات السودا دي تبقى عباره عن ايه؟ ايه هي؟ هنقول عليها كالسيوم اوكساليت لغايه ما نشوف شكلها عامل ازاي. تمام؟ لو بلادونا يبقى عندنا الايه؟ هيبقى عندنا الساندي كريستال. لو كان عندنا في الهيسايمس دي بنسميها بيبقى فيها التوين والتوين بريزم كالسيوم اوكساليت والبريزم كالسيوم اوكساليت. تمام؟ يبقى كده اي تي اس هتقدر ايه توصفه، صح؟ تمام. طب تاني الليفز قلنا هنشوف فيها الايه ترتيبات الطبقات بتاعتنا. قلنا في اول حاجه ايه؟ ابر ابيديرمس، وتحت خالص في الايه؟ لور ابيديرمس، ما بينهم طبقه الايه؟ ميزوفيل. تمام. الميزوفيل بتنقسم لايه؟ البلاسيد لاير والسبونج تيشو. البلاسيد ده ممكن يبقى فوق بس او ايه او فوق وتحت، وعلى حسبهم بنسمي الايه؟ بنسمي الديستريبيوشن بتاعها يا ايزو بايلاترال يا دولز فنترال. تمام. منطقه الكورتيكال تيشو ساعات بيبقى انتربت البلاسيد لاير يا اما بكلينكيما يا اما بارينكيما. تمام. اخر طبقه من منطقه السبونج تيشو حواليه في الايه؟ في منطقه الميدرب بنسميها الاندوديرمس. لو كان فيها ستارش بنسميها ستارش ايه؟ ستارش شيس. منطقه الفاسكولار باندي بتتكون من زايلم وفلويم. لو لقينا مجموعات من الفلويم فوق الزايلم بنسميها الايه؟ الانترازايلري فلويم او الايه؟ بريم دالاري فلويم. ودي الكاركترستيك للايه؟ لفاميلي سولانيسي. يبقى الستارج شيس هنشوفها في الديجيتاليز، هنشوفها في السولانيسي. تمام. البريسايكل ما شفناش بريسايكل الا فين؟ الا في السنه، وشكله عامل ازاي؟ سكلاركايميتس، وعامل ايه؟ كريزنت شيب سكلاركايميتس بريسايكل.